عمي نبيل واحد من عديد الفلاحين بولاية بومرداس الذين جابه أزمة الكورونا منذ تفشيها عطاء في خدمة الأرض، فكانت له بدورها المعطاء بدعم مستمر من السلطات المعنية، وعبره يوجه رسالة تأمين. ونوصل الفلاحين إن شاء الله يلجوا للتأمين باش تكون لهم، باش ما تكونش خسارة كبيرة الإنسان، خاطرش هذو الكوارث هذو على كل حال حاجة من عند ربي الله غالب. الدولة دارت تعويض الحمد لله. هي دعوة يفرضها طابع ما يعترض العمل الفلاحي من كوارث طبيعية وأخرى غير منتظرة، وهو ما وجده هؤلاء الفلاحين في الصندوق الوطني للضمان الفلاحي ضمانا لممتلكاتهم عبر الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ببومرداس. وكان سبق الجماعة تاع السيارة ما جاو عندنا في زيارة في إطار كوفيد 19، وعطاونا يعني التدابير تاع للحد من انتشار الوباء. لقيناها في صعوبات كالامراض هذه يعني اللي جازت علينا، الحمد لله جاو لنا اقمونا عطاونا الالات، يعني الات اللي باش نستعملوها، واللي كلباس كماسك يعني الحمد لله. التسهيلات موجوده يعني وراي كل ما هي تتحسن على كل حال. احنا فلاحين كل ما تكون عندنا امور على كل حال تاع كيما درك جيت بان نسني العقد تاع التامين تاع الابقار تاعي. امتيازات اخرى يمنحها الصندوق في ظل ما يعرضه التامين من حفظ للحقوق. فيه امتيازات وفيه تحفيزات وفيه تخفيضات، وكاين الفلاحين اللي يجيو يسيروا ما عندوش يخلص بالعقل، وكاين من توجد فلاحيه تامينيه ثانيه جديده. هي إجراءات يتبناها الضمان الفلاحي لكل فلاح متمسك بخدمة أرضه وحمايتها، السبيل في ذلك ثقافة التأمين.